يلا يا خالد خلاص يوصلك يا خالد يا ابوي. وقال لي بين الفضل اللي تقدمه للام. والكثير منا ما بعض البعض لا تزوج ولا كبر ولا خلاص ينسى الفضل اللي قدمه للام وشو. وكتبوا رساله سؤال تقول اذا توظف اذا تزوج ولا خلاص وش معنى ولا خلاص؟ واذا وصلوا شيء لو اذا فكر ارتباطه من ارتباط الام للعائله قصدك كذا اذا تزوج ولا توظف ولا طلع من البيت الام تتكون اسرته وهذا طلع من البيت نسى ما يجيها كل يوم ولا شيء. فارسل لي فضل الام باختصار يقول الام حقوق كثيره على ابنائها فمن حقها عليهم طاعتها والالتزام بامرها والاحسان اليها ومن ذلك حسن المصاحبه في جميع احوالها في شبابها وهرمها وفي صحتها ومرضها وفي قوتها وضعفها وكل حال من هذه الاحوال يتطلب نوعا آخر من المصاحبة ففي هرمها وجب علينا أن نكون لها الأنيس وألا ندع شعور الوحدة يتسلل إلى داخلها وفي مرضها علينا أن نكون لها الطبيب لا طبيب الجسد بل طبيب الروح الذي يخفف وطأة الإحساس بالضعف والهرم فعلينا أن نشعرها ونعبر للأم بأننا ما زلنا بحاجة لحبها وحنانها مهما كبرنا وكبرت ومن حقها أن تعامل بلطف ولين وأن لا يتأفف في وجهها ومن حقها مجالستها ومحادثتها والعمل على راحتها وتلبية كل ما تحتاجه حتى قبل أن تطلب والإنفاق عليها وجعلها لا تحتاج أحد وإدخال السرور إلى قلبها وصلة رحمها والدعاء لها في حياتها وبعد مماتها. وصلتني رسالتين من أم متسابق منكم. المتسابق الأول ايش رايك؟ والله انا جهزت الرسالتين ازين جهزت الرسالتين انا يعني هي مهمه موجوده كلها هي موجوده كل كامله بعض وصلتني بعض لسه بعض مضبوط ايه الاسم الاول لانه ما يندر الاول سلطان الامير تفضل سلطان لا اله الا الله يا اخي انت عظيم الله بصوت عالي والله انت عظيم فصحى ولا بدون؟ اقرا اقرا اول شيء السلام عليكم هذه رساله عظيمه من امي الله يخليها ويحفظها الله يحفظها ويخليها لك ابني الغالي أعلم أنك هدية الله لي وأن الله تعالى غرس حبك في قلبي من قبل أن يرى وجهك الدنيا ابني العزيز اليوم أنا أباهي بك من حولي ذاك ولدي ذاك فلذة كبدي واصل فأنت الإبداع وفيك ومنك الإبداع ابني الحبيب كل يوم يمر علي صعبة من دونك لولا أنني أسلي نفسي بذكرك بالدعاء فإني أدعو الله لك ولزملائك بالتوفيق والنجاح وأن يحفظكم بحفظه وكلاءكم برعايته وعنايته وأنا كأم لوقف الأمة داعمة وأدعو الجميع للمساهمة في هذا الوقف العظيم الذي حمل اسم تلك المرأة العظيمة التي ما باخلت يوما بعطائها معا لنكمل هذا الوقف فبناء الوقف ينتظرون العطاء لا حرمكم الله الأجر والمثوبة والله يحفظكم ويرعاكم ويمتعكم بالصحة والعافية اللهم آمين الجميع شكرا يا فهد على هذه الرسالة العظيمة